كما اكد الرئيس السيسي ان هناك تقاربا بوجهات النظر حول مجمل القضايا الاقليميه والدوليه ذات الاهتمام المشترك لا سيما بشان القضيه الفلسطينيه. واتفق الجانبان على ضروره بذل كافه المساعي نحو تهدئه التوتر الاقليمي فضلا عن اهميه تكاتف الجهود الدوليه لتحقيق الوقف الفوري لاطلاق النار في غزه وانفاذ المساعدات الاغاثيه لمناطق القطاع كافه. وقد عكست مداولاتنا أيضا تقارب وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حيث توافقنا على ضد بذل كافة المساعي نحو تهدئة التوتر الإقليمي وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط فضلا أهمية تكاتف الجهود الدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثية لمناطق القطاع كافة مع الانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضيه الفلسطينيه علي اساس حل الدولتين وانفاذ دوله فلسطينيه علي خطوط الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقيه